معنا على الهاتف فناننا الأستاذ برهان سعادة. أهلا وسهلا بك أستاذ برهان. الله يسعدني هالمساء. يا أهلا بك، احنا سعيدين تكون أول المتصلين في هذه الليلة. إن شاء الله، بارك الله فيك. يا أهلا بك أستاذ برهان سعادة. طبعا أنت ممثل ومخرج وكاتب وخطاط، ما شاء الله، يعني مهن متعددة، وأيضا صوت جميل، يعني إلقاء شعري، ما شاء الله عليك أستاذ برهان سعادة. طبعا أنت تعلم يعني الحال الآن الحظر، وأنت في البيت الآن أكيد. نعم. أشوف هالسؤال يعني. خليك في البيت. خليك في البيت، ملتزم في البيت أستاذ برهان؟ آه طبعا. طيب جميل. طيب الفنانين الآن كلهم طبعا في بيوتهم، حتى اللي كان عندهم كان في مسلسلات الآن قائمة توقف. وفي في تصوير. نعم. كله توقف طبعا، كل شيء توقف. طيب. ليس فقط المسلسلات. برهان سعادة كفنان، نعم. شو بتحب تحكي في هذا الموضوع؟ كيف تقضي وقتك في البيت؟ والله يعني أكيد يعني كما الكثيرين من أبناء الوطن، يعني أولا يعني نسأل الله السلامة لنا ولكم وللوطن. آمين. آمين. والمواطنين. يعني هذا دعواتنا هذه الأيام. الوطن يعني يمر بجائحة تجتاح العالم كله. نعم. هذا الفيروس، والمشكلة أنه عدو غير مرئي. نعم. إذا كان نعم. فرجنا له أنه مبين. نعم. يعني نسأل الله السلامة للجميع. طبعا أنا بتعرف أنا شغلتي يعني عشان متعدد أنا المهن، يعني فبقضيها على الكمبيوتر كالعادي، يعني بمنتج وبعمل أفلام توعوية أحيانا يعني، وبنزلها على صفحاتي يعني. نعم. توعوية يعني بشأن هذا الفيروس الكورونا. نعم. أنا شاهدت يعني على صفحتك أشياء جميلة، فعلا مشغول بحرفية. الله يبارك فيك. الله يعطيك العافية. هو أصلا هذا يعني واجب الفنان الآن، أنه كل إنسان في موقعه، كما قال جلالة الملك، أنه كل إنسان جندي في موقعه، يعني الجنود الله يعطيهم العافية، الأطباء في طبعا. مواقعهم الله يعطيهم طبعا. العافية طبعا. أيضا كل إنسان في موقعه لازم يكون جندي مسخر لهذا الأمر، ولا يؤتينا من قبله كما يقال. صحيح. نعم. صحيح، لأنه هي هذه التكاتف الآن والحمل. نعم. الآن لا تقتصر على الفنان أو المثقف، هي تقتصر على كل مواطن، فكل مواطن في موقعه كالصخرة. طبعا الوعي يعني لا يقتصر على ناس دون الآخرين. صحيح أن الفنان والمثقف يقرأ ما بين السطور. نعم. الفنان متخصص في اقتناص هذه الأمور، لأنه نعم. عينه مدربة، لأنه دراسته، لأنه أذنه مدربة، وهكذا يعني. فبقى نعم. عليهم الفنانين والمثقفين الهم الأكبر على عاتقهم، المسؤولية الكبرى. نعم. إنهم ينوروا الناس، إنهم يوعوهم، إنهم يلفتوا أنظارهم لأمور مخفية ما بيفكروا فيها. ولكن كمان رب الأسرة العادي بيستطيع في بيته، أو السيدة ربة المنزل تستطيع أن توعي أو أولادها وعائلاتها إلى مخاطر هذا الفيروس. نعم. والحقيقة يعني إحنا ما بدنا نخوف الناس، ناش نخوف الناس، لكن الآن هذه المرحلة حاليا، هذه الأسبوعين القادمات، الأسبوعين القادمات أسبوعين حاسمات جدا. نعم. هذه أكيد. نعم، هذه مرحلة تفشي هذا الفيروس، نكون صريحين في التعامل. يعني الآن غالبية الناس صار عندهم معرفة كبيرة من متابعة الأخبار، متابعة بأن حضانة هذا المرض 14 يوم، هذا مبدئيا. نعم. الكل عارفه. نعم. لكن إن شاء الله أنه يقعدوا 14 يوم في المنزل. أي طبعا طبعا، لأنه قبل قليل لسه نزلت على صفحتي على الفيس، نزلت فيلم توعوي أنهيته. نعم. يعني قبل قليل. إنه يعني هذه المرحلة هي مرحلة التفشي. نعم. كويس. نعم. بدك تحمي أسرتك، بدك تحمي أبنائك، بدك تحمي نفسك، لازم تلتزم في البيت، لأنه نعم. إحنا ما بنعرف مين بنخالط لما نخرج برا البيت. نعم. فالمسألة يعني عدم مؤاخذة هي مش عن تريات يعني، ولا إني أنا فوق القانون، لا. نعم. طبعا الإنسان لازم يكون حكيم نفسه، والعاقل هو كذلك، العاقل هو حكيم نفسه، هو يضبط. نعم. الأمور. نعم. ليه أجيب البلاء أنا لأولادي يعني، ولديتي ولعائلتي؟ وتخيل هي سلسلة اجتماعية، الأقارب، أبناء العم، أبناء الخال، الأحفاد، إلى خلاخ، فبتجد إنه عمارة كاملة ينتشر. نعم. فيها هذا الوباء من حيث لا يدري البني آدم. ليه؟ هذا من الاختلاط. فإحنا نعم. إحنا بالراهن على وعي مواطننا الأردني. إحنا دولة فقيرة، لكن إن شاء الله إحنا أغنياء بعقولنا وبوعينا وتكاتف شعبنا، إيديهم مع بعض، إيدينا في إيدين القائد جلالة الملك حماه الله. نعم. فلذلك لازم كل إنسان فينا يكون
قائد في مكانه، قائد في موقعه، قائد في بيته. مرحلة التسيب هذه ما بدنا إياها، ما بدنا إياها. الحكومة يعني الصين استطاعت إلى حد كبير أن تتجاوز هذه الأزمة وهذه الجائحة التي ألمت الصين، والصين مش قليلة، يعني بتحكي بمليار ومئتين مليون تقريبا، تخيل. واستطاع رئيسهم، طلع حكى دقيقتين أو أربع دقائق، قال إلزموا بيوتكم، والجميع التزم، تخيل مليار ومئتين مليون، يعني عدم مؤاخذة إحنا كنا 9 مليون وتفاريا. كويس، المفروض إحنا كمان نلتزم، لا سمح. وأيضا يعني جلالة سيدنا في خطابه كان طلب مباشر من الناس إنه الالتزام في البيوت، يعني هذا صحيح. نعم. يعني تنساش الله سبحانه وتعالى يقول وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. نعم. يا سيدي بلاش، طب علشان نفسنا، علشان صحتنا، عشان أولادنا، عشان حياتنا، عشان بلدنا يتعافى. نعم. احنا بلد فقير، الصين استعملت كل انواع التكنولوجيا. نعم. تكنولوجيا مكلفة مليارات عشان يقدروا يحتووا هذا المرض ويكشفوا البؤر. طب احنا ما عندنا تكنولوجيا، التكنولوجيا تكمن في عقولنا، تكمن في وعينا، في مدى تفهم المواطن الاردني لمدى خطورة هذا الوضع، مش لانه الوباء هذا قاتل لا قدر الله، لا، يعني ان حالات كثيرة تماثلت للشفاء لأنه يمكن السيطرة عليه عدم واخد. لكن إذا تفشى، إحنا من وين إمكانيات؟ ما قلنا يمكن من لنا أجهزة التنفس لا سمح الله، ما عندنا دول بحاجة لإمكانيات. نعم، دول عظمى ووقعت. نعم، عاجزت، فما بالك في الأردن. نعم. اليوم شاهد محطة أمريكية تتحدث عن التجربة الأردنية في محاربة أو التصدي لهذا المرض، تتحدث بإعجاب. نعم طبعا. نعم طبعا احنا بنقدر، انا ما زلت براهن انه احنا شعب واعي. صحيح انه كلنا يعني عندنا ملمات، عندنا احتياجات في بيوتنا، عندنا اطفال بدهم مستلزمات، عندنا ناس مرضى بحاجه لادويه شهريه او يوميه او الى اخره، عندنا من يغسل الكلى، يعني هذه الامور اتصور انه الدوله حطتها بعين الاعتبار، واتصور انها بتوفرها. يعني قد تكون هناك بعض التجاوزات يعني نتيجة لانه احنا مش متعودين على مثل هذه الجائحات والعوامل الطبيعية أو البيولوجية إلى آخره يعني. لكن الإنسان الآن بلش يتأقلم مع الموضوع. لما أنت شايف صاروا ينتظموا في الأدوار، في الدور على المحلات، صاروا يعملوا مسافات متباعدة متر متر ونص بين الشخص والآخر، وهذا ممتاز، هذا ممتاز. أنا بس أهيب بكل المواطنين الأردنيين الآن استمعوا. نعم لمصادر إعلامية غير موثوقة. نعم، هذا اللي دابحنا يعني وسائل التواصل الاجتماعي 90% منها أخبار كاذبة من أجل المشاهدات وتعداد الفلوس كذا في القنوات إلى آخره. إحنا بدك تسمع، اسمع من مصدر حكومي موثوق. نعم، هدول هم إحنا نثق فيهم. نعم، ومؤتمنينهم على حياتنا أو حياة أبنائنا. نعم، شيء أكيد. يعني كما قال اليوم معالي وزير الدولة لشؤون الإعلام أمجد العضايلة فعلا عن هذه المواضيع اللي هي اللي بيستغلوا الأزمات في أمور إشاعات، مفروض إحنا طبعا ما نتابعهم، والحكومة أصلا متابعتهم، وإن شاء الله إنه يلقوا جزاءهم. يعني إحنا ما ننسى طبعا. نعم. ما ننسى إنه في عناصر هدامة ما بدها الخير للبلد. نعم، حقيقة. نعم، هذه إشي لا يختلف عليه اثنين. إحنا دائما نخلي ثقتنا بقيادتنا الهاشمية الواعية. نعم، حقيقة، لأنه يعني ما شاء الله يعني جلالة سيدنا أدار الأزمة بكل اقتدار، وطبعا الوزيرين الرائعين حقيقة، وزير الصحة ووزير الدولة لشؤون الإعلام، ما شاء الله يعني أداروها بكل كفاءة، بكل اقتدار، بكل حكمة، بكل وعي، بكل شفافية. احنا هذا اللي بدنا. وايضا وزارة الداخلية يعني المتابعة، الجيش، الامن، ما طبعا دور اجهزتنا الامنية لا اطلاقا، ولا وزارة الداخلية، ولا قواتنا المسلحة الباسلة. كافة الاردنيين فعلا بيستحقوا الشكر. يعني نقول 99% المخالفات هذه البسيطة لا تتجاوز 1%. نعم، اكيد اكيد اكيد. نعم، اكيد. نعم، لا تحتسب يعني. نعم، لا تحتسب. شكرا فناننا الكبير الأستاذ برهان سعادة. احنا ما سمعنا منك شيء شعر، دائما انت بعرفك حافظ شيء، تسمعنا الآن ولا لا؟ لا ابشر يعني اذا احب، ما عندي مال. ومع شوية هيك موسيقى من عند عمر خفيفة، شعر وطني. شعر طيب.
اختر لنا ما شئت من شعرك، من الشعر اللي الموجود، من الأغنيات اللي بدك إياه، تفضل. طيب يا حبيب على رأسي، يعني في عندي قصيدة اللي هو الروائي الأردني نازك ضمرة، نعم، هو الآن في أمريكا، فبعت لي إياها هذه زمان من 5 سنوات حقيقة، على أساس إني أسجلها وما صارش في ظروف، لكن بدي أقرأ منها بعض الأبيات الآن، شايف إنه مناسب الآن في هذا الوضع. جميل. بقول عمال لا تحسبي أني سأسلاك، أنت الضياء ورب الكون يرعاك، أيام عمري مضت كالبرق خاطفة فيك السعادة ظلت ملء دنياك، لم تغربي عن ناظري شماء حانية على محبك كيف العين تنساك، تلك الجبال جنان قد سمت أنفا وطبعك الطيب والإكرام ناداك، في حضن عمان أحيا اليوم مضطربا فكيف أحيا بعيدا عن محياك، يا لهفة الحب في قلبي مرفرفة فراقص الشوق ما أحلى مراياك، مضناك سيدتي رفقا بوحشته، مدي ذراعيك ضمي قلب مضماك. الله الله، جميل. شكرا الفنان المخرج والممثل برهان سعادة، شكرا. العفو أستاذ برهان، وألف تحية إلى كل الأخوة المستمعين أينما كانوا. يا هلا. حمى الله الوطن، حمى الله الوطن، وحمى الله المواطنين. يا هلا. في أمان الله. الكرامة والكرم وأهل الكرم مفتوح للضيفان دوم أبوابها، عمان يا دار المعزة والفخر، يا حرة ما دنست أثوابها، عمان دار الكرامة والكرم وأهل الكرم مفتوح للضيفان دوم أبوابها، عمان عمان يا ديرة عشنا بها عمر هني، يا عز من كثرت عليها تعابها، يا ديرة عشنا بها عمر هني، يا عز من كثرت عليها تعابها، قوم افتحي لي حضنك اللي ضمني، من كنت طفل في طرات عشابها،